طب كيف كانت مشاعر حضرتك لحظة تسلم الجائزة؟ لأنه كان واضح بأنه هناك يعني فرحة وتقدير كبير من جانب المصلين لحضرتك وأيضا من جانبك لهم. الحقيقة أردت أن أبكي فلم أجد الدموع. هناك إخوة حولي بكوا، فعلا بكوا، هناك إخوة حولي بكوا بهذه الفرحة لشدة حبهم. بعضهم قال لي والله إني وكأني أهديتها لأبي، ولحد الآن ما زال هناك يعني ردات الفعل طيبة لدى الإخوة. هناك من يقول يعني وكأنها أهديت لي، وجميع إخواني في هذا المسجد يعني فرحوا فرحا جليلا، هم أهدوا لي الهدية، والله أراد أن يبارك هذا العمل فينشره بين الناس فيحصل على الثناء الذي يستحقونه، فعرفت هذه المدينة التي لم تعرف قبل بهذا العمل المبارك وبهذه الجماعة المباركة. والحقيقة أنا ظهرت إعلاميا، ولكن الحقيقة الذين يجب أن يشكروا يثنى على أعمالهم هم هؤلاء، لأن لولاهم بعد فضل الله سبحانه وتعالى ما كان لها هذا الصدى وما كانت لها هذه الهدية وما كنت أنا بفضل عز وجل. فالحمد لله، جزاهم الله خيرا وبارك الله لهم في أرزاقهم وفي أولادهم. أسأل الله يحفظ أولادهم يا رب العالمين، وأن يرزقهم الشفاء والعافية في الدنيا والآخرة. وإني أعلنها أمام الملأ اليوم أني أحبهم في الله، وزدت تشبتا بهم كما رأيت تشبتهم بي، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.